السلام عليكم متابعينا الكرام. خبر محزن وعاجل، وفاة الطفل ريان. الديوان الملكي المغربي يعزي الأسرة. قال الديوان الملكي المغربي في بيان له منذ قليل إنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد والسيدة وسيمة والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر، وتابع البيان: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب الملك عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم زويها جميل الصبر وحسن العزاء في فقدان فلذة كبدهم. وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا، كما عبر ملك المغرب عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية والفاعليات الجمعية، وللتضامن القوي والتعاطف الواسع الذي حظيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية في هذا الظرف الأليم. وأخيرا، وبعد أكثر من 4 أيام من القلق والترقب المصحوب بالتعاطف العالمي الكبير، انتهت مأساة الطفل المغربي ريان الذي أثارت قصته تعاطف العالم العربي، وتصدرت مأساته منصات التواصل الاجتماعي بالوطن العربي والعالم بأجمع.